اقول لك سليمان. نعم عم خميس. يا اخي ما اعرف جحله ولا خرس، انا شايفينها من يومين. وين هذه؟ عن كنت تقصد هذه؟ وجاي لنا قبل يومين. ايوه احسن، حلو. كم هذا سليمان؟ هذه يا طويل العمر بخمسة ريال. خمسة ريال؟ اي والله. حوالي انا؟ حوالك 4 ريال. يلا جزاك الله خير. احسن كلها على السياره. يلا تحرك تحرك سيارك هاي لك. اي روح روح حرك. اقول لك قول. انا بس عندي سامان اخذه وبرجع احاسبك مره ثانيه ان شاء الله. ماشي مشكله، الامور طيبه باذن الله. تمام ان شاء الله. خميس السلام عليكم. سعود اخبارك؟ الحمد لله طيبه. اخبارك زين؟ لقيتك خير ان شاء الله. جاي صح كلنا دورك دورك دورنا. اي نعم. تعال 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 ان شاء الله. اسالك يا ذاك بو خطف قبل شويه، ولدك ذاك؟ ايه ايه ولدي ذاك علي. علي شي ذاك؟ ايه علي هو. الله اكبر. اسالك سؤال. تفضل. هذاك الغفه ابو شال لنها من هيك؟ ما غفه مسعود ذيك، مو هذيك جحله. ليشتك انت ما شفتها؟ ما هذا ابو تو شال لنها في ايديه، ابو شال لنها في راسه. ما شال في راسه شيء الولد مسعود. مالك انت ثاني عينك على الولد؟ ثاني عينك وابوي. هي نعم خير مو هناك. انا امس مر علي وشال غفه في راسه. علي؟ هي نعم. والله ما اعرف، يمكن مساعد حد من الجيران. يا خميس اسالك، ترى انا كلمه كلام قلته وما امزح عندك. عرفتك مو تقصد. عجب بالله عليك تو انت، هذا الولد ما جالس عندك في البيت؟ جالس. ما شفت شعره؟ هذاك الشعر بمسوين في راسه كذا. ها تقصد انت الغفة شعره؟ هي نعم هذاك شعره مسوينه. لا والله ما شفته. لازم ما تشوفه، لازم ما تشوفه. تعال صح صح. مو تو انا اشوف الولد يحوم بمسمى ذا كبوس. كبوس في البيت بكبوس، وتو جاي السوق معي ولابس كبوس. طلع عن تطلع ذيك الغفة. امس انا لا كنا امس حتى ما عرفته كذا مسويها، وهو منها محلوك وباقي بسم الله فوق كهنة في لنه كان شايل غفة. من كذاك السالفة؟ هذا ما حالنا ترى، عند الشعيرات القصيصات هذا ما حالنا. كفاية مسعود؟ ها؟ كفاية؟ هي لو ما أخ وصاحب أولادك كما أولادي ما جيت أقول لك. جزاك الله خير، جزاك الله خير، ما يهمك. هي نعم كفاية. وهذا الأمر ترى ما هين. هذا تو مسعود بو كذاك يعني ما زينة هذه الحركة؟ ما زينة ظني، ما ظني زينة تراها الصراحة. ما أعرف عنها يعني صراحة. لا من عاداتنا ولا من تقاليدنا. دلي ما يهمك إن شاء الله. وإذا بدك قوم أنا أسأل عنها بعدنا. رأيك؟ هي نعم. والله زين. خلق زين. أنا بقول سوي قصة الشيخ يتقهوى عندي ونسأله ونسأله وزين. خلق قوم أنا أخذنا فنجان قهوة بعدنا. منا إن التقليد في قصات الشعر سواء كان ذلك التقليد مما اعتاد عليه الناس، وكان الناس يأتون بتلك الحلاقات في قصات الشعر، أو كان ذلك التقليد مستوردا من ثقافات أخرى، ينبغي أن يضبط بضوابط شرعية دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون هذا التقليد مبنيا على تفكير سليم يبعد عن التفكير العقيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول خالفوا اليهود، خالفوا اليهود، ويبين نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك غير مرة، مما يعني أن تكون حلاقته في حال حلقه لا ينبغي أن تكون لأجل تقليد غير المسلمين ولأجل نقل الثقافات التي تكون من غير المسلمين وينقلها إليه من غير تمحيص، بل ينبغي عليه أن يحرص على أن يكون تقليده للأمور الحسنة التي تكون فيها منفعة ويكون فيها إعانة له في دنياه وآخرته. وهذا ما ينبغي أن يتنبه عليه الآباء في تنبيههم لأبنائهم لأجل ما يسعى به الأبناء من تقليد لغيرهم، سواء كان ذلك إيجابيا أم سلبيا.